لاعب اساسي، ووليد عبد الله في الدكه، هذا ايضا استعدادا لمباراه الكاس امام الاتحاد اللي ما راح يشارك فيها بالتاكيد الكابتن وليد ما يقدر يشارك وليد عبد الله. اي نعم المدرب يعني. المدرب حسب يعني النظام بالضبط المدرب يعني انا اعتقد مدرب النصر قاعد الان وخلال اشرافه على الفريق المباريات الماضيه من بدء اشرافه بصراحه يعني واضح ان المدرب ذكي وقاعد يعني مثل ما تفضل ابو فارس يحافظ على ثبات التشكيله. واليوم دخول مثلا حسين عبد الغني ودخول عوض خميس المدرب ايضا بيكتشف اللاعبين في مراكزهم بيعطي فرص للاعبين يعني حافظ على الشكل العام للفريق. وايضا عنده مثلا حسين ممكن يلعب بالظهير يرجع ويقفل مخانف الظهير اللي من تركها حسين وهي في حاله تغير. في حاله عدم ثبات على من يقف في هذا المركز. وقف فيه عوض خميس فترة ومادو فترة واعتقد اللاعب الكاش ايفان لعب فيه فترة. فالمدرب اعتقد انه بيثبت حسين عبد الغني في هذا المركز هذا عشان تثبت كل مراكز الفريق. وحريص انه ما يغير كثير حتى المباراة هذه مباراة امام فريق يعتبر فارق فني كبير بين معاه ولكن لعب بالتشكيل الاساسي. هو قاعد المدرب ينظر الأبعد من هالمباراة هذه مباراة الكاس وبيحاول التجانس موجود بين اللاعبين بس بيخلي هو فكره هو يستمر مع اللاعبين يصير في توافق فكري بين المدرب واللاعبين في الملعب بأكثر عدد من المباريات قبل الكاس. الشيء هذا أثر على اللاعبين.